الجزيرة ولا العربية ولا حد. لا في قناة ابن الباطنة. يعني مشكلة ذولا ناس للأسف، ما ودي أقول ناس ما تستحي، لكن فعليا ما تستحي. أبى أسألكم، أنتم ما حصلتوا مكان غير الشارع وقفوا في الشارع؟ الكرنيش. لكن في أخبار ما طيبة هنا. هذا الحبيب ناوي يترخص. ما شاء الله، شوف الزحمة، شوف الباصات. وي ما شاء الله. سريع مع العجاز. ها نعم، هذا العزابية خلاص حبيبي الحين ما يحتاج لا ترتبش ولا تعنى مطعم. خذ لك هالخضر وحط عباس ودباس، خمس دقائق وانت والخير بعد. تمام، حياكم الله، بيض الله وجهك. هذا عمنا وسيد راسنا يا اخي، خلنا نشرب القهوه يا رجل. قلت له صايب، هذا ملك الملايين حبيبي، ملك الدنيا. الله يسعدك، سووا له لايك. بيض الله وجهك، الله يفتح عليك. كفو. السلام عليكم، صبح صبح الحبيب، يا الله انك صبحهم بالخير. يلا حيكم، شو اخباركم يا الربع؟ والله يا اخو برد، والله قرب الشتاء يا الربع، وصل الشتاء. طبعا اغلب الشاحنات اللي هنا بس طلعوا من الرياض مباشره نوم، من اول ما تطلع من نزول ديراب والعالم صافطه يمين ونايمين. طبعا اغلب السيارات خلاص طلعت، يلا الحمد لله. صار وقت تعبئه الديزل، اشو ان ما في زحمه اليوم معهم، ما هم العادة. الحمد لله. ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم. صباح الخير، صباح الخير، كيف حالك؟ فول فول واحد خزر. ايش محمد؟ ها تعال، جهة ثانية، جهة ثانية، روح. ما له واقف ورا ذا ولا تعال. ايوه مني. تعال جهة ثانية، لا تنتظره ولا مخلص ذا. خلاص. السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ شو خبر؟ بردان؟ والله يبغى لنا نشوف اطار حق سياره ابو محمد، الاطار الثاني تعبان والله، ما يصلح نفس الشيء. مشكله والله، تعبان ذا مرة، رايح فيها هذا، ما ظني وصلنا ذا، رايح مرة منتسح غير منتسح ذا التاير، يبي يغير. اسمي عذاب الجهة، هذا صغير الفرق مال التعبير، من الساعة يا عبد بعد ما تقول على وجهك.
العالم عبدك واحد ونوابك. خيرا خلصت لله الحمد. شكلنا مسوي افطار مالحين عساس تكون بخوة. يلا يا ابو محمد مشينا. زين هنا أرض مايلة صار وقت الإفطار يا الربع. ما أدري والله شو نسوي. يا الله بسم الله. ما أدري شو أبو محمد يحب ياخذ اليوم. بسم الله شوفه ما نزل. طبعا هذا إفطارنا اليوم فاصوليا بيض مع المخللات والزيتون واللبنة والكامي أكيد. هينزوه. بسم الله. ضبط شاي كرك وش رايك؟ رايي طيب زين. الحليب الحليب هناك حليب هو بسم الله وصلك. تشتغل بيدين واحدة مشكلة. جيب العيد ثلاثة. كيف فان ثلاثة ان شاء الله. احمد تعال انزل. بطلع زين بطلع زين. يلا بدري باز. بسم الله. وين الخبز؟ هات الخبز. يلا خلنا بسم الله نبدي. نجهز الشاي الكرك. طبعا شاي الكرك عبارة عن حليب ورق شاي. جبنا العيد هناك. بسم الله.
أبسألكم أنتم ما حصلتوا مكان غير الشارع؟ وقفوا في الشارع الكرنيش. هذا كرنيش شاحنات طبعا. أنا الوقفة عالية أنه ما في مكان حد شاحنات هناك، مكان زحمة في المحطة، وغلب اللي يمروا في الطريق هذا نازل طالعين من المحطة فما يكونوا مسرعين عادي، فأغلب أصحاب الشاحنات يوقفوا في الطريق هذا. الله يسلم. ها خذ بكرسيك. رصة. خلصنا مفطرين وضبطنا القهوة حق الدرب، يلا سريع مشينا. صبر شوي صبر شوي صبر شوي، نضبط ذا. يلا بسم الله. اوكي مشينا بسم الله يا رب. والله الظاهر رجعت نفس المشكلة تبع الهواء، تروح وترجع. شوف نزل نزل ضغط الهواء، بس ما ادري هو يعلق ولا وش الوضع. شوف رجعت طبعا مشيت للحين يمكن 20 كيلو، لا زالت المشكله موجوده، ولكني مضطر امشي. اول شيء على امل انه يتصلح نفس المره الماضيه، شوف لو ناقص لكنه لا زال في الاخضر، لكن لو وصل على الاحمر اجباري اوقف ما في مجال. طبعا على امل انه يتصلح، ممكن يكون في وسخ في الكمبريسر في الـ في الـ فلتر الهواء، لكن ما ادري اشوف اطول، ويعني يا اما في وسخ في فلتر الهواء او ان الكمبريسر يحتاج طقم سلاح او شيء من هالقبيل يعني. اما تليك ما في، مضطر امشي لانه ما في ورشه هنا، ما في ورشه للاصلاح، لازم ارجع الرياض، والرياض ما صدقت على الله اني طلعت منها، وما في الا في جده. فالحين اشوف دام الحين لا زال على الاخضر مشي، ولكن اذا نزل الضغط اكثر من كذا بضطر اني اوقف، بضطر اشوف شو الوضع. يمكن افضل خزانات، ابند سياره، افصل كهرباء، ارد اشغل، اشوف شو الوضع لعله وعسى انها تضبط. بس حاليا دامها ماشي مشي. طبعا وقفت وبنت سيارة، فرغنا الخزانات من الهواء وفصلنا الكهرباء، ردينا شغلناها، نفس المشكلة الأخضر ما تعبي أكثر من كذا، بضطر أمشيها، بضطر امشيها لعلها تفتح. هي طالما انها لا زالت على الاخضر الامور طيبه، بس من تنزل من الاخضر ما الاشكاليه تكون. الحمد لله البشارة ارتفع، ضبطت امورها الحين. غريب يا اخي، اتوقع انه من الفلتر، مع انه مغير لنا خريب مركب اصلي وكاله. افا مدحناك ايش بقوم تنزل وش ذا؟ اي خلاص امورها طيبه الحمد لله. ارتفع، اللهم لك الحمد. السلام عليكم، يا لك مسيكم بالخير. والله بشركم الامور سهلات الحمد لله. الحين تقريبا قبل الطائف 350 خلصنا مصلين ولله الحمد، ظهر العصر جمعا وقصرا، والحين صار وقت تضبيط الغداء او فقرة دلع كرشك. والحاصل ان فقرة امس او حركة امس القدر الكهربائي جازلنا، ولا وش رايك ابو محمد؟ راي طيب احسن سريع مع العجاز. ها نعم، هذا العزابيه خلاص حبيبي الحين ما يحتاج اذا ترتبش ولا تعنى مطعم، فضلك هالقدر بحط عباس في دباس وخمس دقائق وانت بالخير، بعد تاكل احلى اكله من ايدك.
لا ما تركب مطاعم وزحمة طرقات وذا، هذا خلاص الله انه يا الصين ابدعوا. ابدعوا طبعا ما بنصور لكم لانه ما في شيء جديد، نفس مسباق سمك اخر قطعتين بنسويهن نفس حركة امس، لكن في اخبار ما طيبة هنا. هذا الحبيب ناوي يترخص، شوفوا وين، شوفوا وين، هذا وينه خربان باقي يروح خلاص مسكين يا اخي، تحملنا لين نوصل جدا الله يسامحك يا هذا البلاء. اشكرك والله، غابت الشمس والشباب بعدهم ما تغدوا. ها يلا جاهز جاهز جاهز، صحن جاهز، صحن ها جاهز، يفو جوعان. بسم الله اسلم. سنت. وصلنا الطائف ولله الحمد، نشوف الاطارات كيف حالك؟ شوف الاطارات معاكم في معنا التريلا هذه، ايه 315 فيه موجود جينيو، في جينيو في موجود، كم الاسعار؟ 1250 لا يا رجال كثير مغلين. الجوز بكم؟ 1250 ريال معك خصم، بنزلك خصم، ها؟ بنزلك خصم كامل، يعني خصم كم؟ 10% بلف السوق كامل تراني. تفضلات على الأمام. السلام عليكم، كيف الحال؟ يلا حيهم طيبين، وش الأخبار؟ هلا بالشباب، يعطيكم العافية. الله عزيز راعوا لنا في الجينيو، بدنا جوز في معنا أحسن من الجينيو. ها؟ في نوع أحسن من الجينيو. شو من نوع؟ لوين لا بدي جينيو، جينيو ولا ما ماشي جينيو. ابى شو انت تقول فيه سلامات سجل ولا ايه؟ 315 سجل، 315 فيه شو ما تعرف شو معاك. سلامات. هذه محلات ضخمة ما شاء الله، بس إن شاء الله نحصل الإطارات اللي نريدها. وين هناك بعرف السعر أنا؟ بتركب شيء؟ عليك السلام. الحمد لله على السلامة. بتركب شيء؟ كم حصلت؟ ما أعرف، يقول 1250 بس ما أعرف شيء جينيو ولا لا. والله ما أظن شيء جينيو. السلام عليكم، يلا حي الشباب، هلا بالحبيب، شو اخبارك؟ كيف امورك؟ يعطيك العافيه. جيني وفي 315 موجود يعني، شو الاسعار؟ 315 ب 1120 مني ومنك. الجوز كم تعطينا؟ الجوز ب 240. لا يا رجل كثير مغلي علينا. لا سهل. شو تاريخه؟ تاريخه 23. 23 أخير 23 ولا أول؟ يلا في ميزانية حق التركسيون؟ إيه موجودة. كم الميزانية؟ ميزانية 100 ريال. ها؟ وزن الذراع؟ ها؟ وزن الذراع؟ ايه 100 ريال الاثنين. ايه وين التاريخ؟ ما انا جايب شيء. الله يشكرهم هنا بتمشينا. كيف بتاخذ لك؟ وش قال لك علي؟ قال فضلك واحد مستعمل ولا جديد؟ مستعمل ولا جديد؟ ايوه اذا ما حصل جديد فضلك مستعمل. ايوه
تعرف الاسعار. لا انا ما بركب، مستحيل استخدم، عمري ما ركبت مستخدم. يمكن اركب نوعيه هاك تعبانه بس صيني، بس مستحيل اركب مستخدم. مستخدم يا رجال ماخوذ خيره. في تايلندي برضه غير الجينيو. لا انا وصايت وصايه وركبت قبل جينيو. حق التركسيون بدي ثراني. ايه تركسيون جينيو وفي تايلندي برضه. هذا لا هذا بدي انا. بس راعينا في السعر يا اخي. وين التاريخ؟ تاريخ 23. وين هو 23؟ ما انا شايف شيء. كذا والله 23 واحد اسبوع. ها؟ واحد اسبوع هنا. اول اسبوع؟ ايوه. لا. طبعا شو الاليه؟ اللي على ستيرنج الحين بنحطهم على الدفريشن. اذا بعد الدفريشن بنفكهم بنحطهم سبيرات. والرنجات مالهم بنبطلهم، حق الدفريشن هذه الجهة اليسار اللي خربان بنبطلهم بنحطهم سبيرات، والجنط ماله بنركب عليه الجديد، بنعمل له ميزانية وبنحطه على الستيرنج. خلاص كفاية. أنا بادي يعطوني تأكل من هنا. أهم شيء الستيرنج، لأن الستيرنج خطير. إذا انفجر الستيرنج مباشرة تشوح السيارة. عمل كارثة والله، واحد من ربع سوى حادث والله إنه روح عائلة الله يغفر لهم ويرحمهم. بسبب اطار الستيرنج. في عندي اطارات هنا ايضا تعبانه لكنها تمشي. امور طيبه باذن الله. أمس الشباب هاي يسويوا قهوة، حصلوا الإطار مبنشر وعذرهم القهوة. تنشطوا من تبطيل الإطار. طار النوم من عيونهم. إزعاج يا أخي. أمس عاد اليوم ما نتحمل صوته. أبو محمد؟ نعم. اليوم أحس إزعاج ما نتحمل صوته، وإيش السبب يا أخي؟ ما أعرف ليش. ولا ما لنا هادي. أمس عاد اليوم والله إزعاج. ذا وش سبب؟ غريبة لا؟ لا. كفو يا شباب كفو، يعطيكم العافية. ما نطلع بقناة الجزيرة ولا العربية ولا حد. لا في قناة ابن الباطنة. أنا تبن الباطنة جديدة، هذه جديدة جديدة على الساحة. هذا وين طبعا هذا الإطار زاد كان شوية زين تلاحقنا عليه. وهناك يرصص الإطارات جميل، لأن أغلب المحلات مع الشاحنات ما تحصل معاهم ترصيص حق الإطارات. جميل صراحة. نادر ما تحصل محلات كذا. الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. ماشي مبروك حق علال، اشترينا له نعال جديدة. أبو محمد؟ شفت علال؟ اشترينا له نعال جديدة. أحسن. ما يستاهل؟ يستاهل. أي والله ماشي مبروك. مبروك مبروك. إيش؟ عليك باقي الغداء. تم؟ شرب الساعة. سمك؟ سمك. يمكن خلص سمك. ما مليت؟ لا. تتعب شياب معنا وش يقولوا؟ يقولوا لو ما السمك إيش؟ ما جرى الماء على الحنك. ايه. طبعا وصلنا الى الميقات ولله الحمد، مبيت هني والله 12 ونص صار تصدقوا، مبيت هني الى الساعه 5 4
وان شاء الله نبي نتحرك على اساس انه بكره الجمعه يفترض انه الصباح ما اتوقع فيه منع. والطريق والله زحمه، شفت الطريق زحمه، هذا طريق السيل مزحوم بالتريلات. لا خلهم يروحوا بيت هني في الميقات الفجر بنتحرك، نام لنا ابو 4 ساعات. والله زحمه، ايش بكره الجمعه ما شاء الله ما شاء الله. شوف الزحمه، شوف الباصات، وي ما شاء الله. والله ما ادري في العاده يكون في زحمه ممنوع دخول تريلات، اشوف حد هنا واقف احيانا يعني يخلونا هنا نوقف لما يكون زحمه. والله مليان تريلات ما شاء الله. ذي نايمين هنا ولا رايحين لعمرة؟ ما شاء الله. هذا نوقف هنا، والله أفضل شيء نوقف هنا. مليان تريلات، خلنا نوقف هنا. في موقفين هنا كأنهم حاطين هذي. يلا الحمد لله. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. اروح حرام ان شاء الله؟ هذا حرام فيه هذا. آه ان شاء الله، مبروك. لا موجود انا. بارك الله فيك، جزاك الله خير صديقي، بارك الله فيك. نشوف هذي بيوقف هنا ان شاء الله. ايه تعال مرة، أمورك طيبة. خمسة ستة سبعة ثمانية 4 ساعات. ها كيف الوضع؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. متى تحرك؟ 4 ولا 5؟ متى أذان الفجر هنا؟ أتوقع 5 هنا. أيوة بنصلي قدام من 4 ل 4:30. طبق من 4:30 زين، واللي ينهض يصح الثاني. ما حيدك والله، تقول دقلي ذي الباب. ها دق يا ابو دق. دقيتني ما ينفع قوة، انت رقيق، انت رجال رقيق، هذا ما تنفع ذي. بعدين بتقول خربت سيارة. ما خرب سيارة، دق على علان، دق على عينه. تمام يا رب، تصبح على خير. يا صباح الورد، يلا نحييهم بالاخبار. والله الحين قبل الجمهور، ما ادري محطه المبارك يمكن تسمع هذه. منتظر ابو سعد، وينك يا ابو سعد؟ كنا مسوي شاي كرك على بال ما نوصل ابو سعد. بسم الله، والله شكلنا سوينا زحمه. مشكله ان صعب. 5 دقيقة بنطلع ننتظر شخص بس. مشكلة انه وزن يا اخي، الارض هنا ما سيدة مايلة كذا، صعب توقف اي مكان. واقفين على الشارع بعد الخط الاصفر. بسم الله، اوب ما جبنا العيد.
ادري شو وضع هذا السكر جامد داخل متصلب كأنه مستهوية وداخله ماي ما ادري شو وضعه. ما منتي بعد ما يشتغل بسم الله. وش علوم الرجال؟ لا باغي يطلع يعني ها بنشري هناك تحت. بنشري اوكي. والحين كل دقائق بس ننتظر رجال بنطلع نطلع المجال شوي ها نسوي شاي ونطلع جزاك الله خير يا اخوي. شوف له تاريخ هذا اشوفه ليش جامد شوف شو وضعه. عندهم 25 هاي المالك كذا مستهوي شكله 2025 شهر 7 مستهوي. انا المفروض يكون كذا متصلي ابو محمد جاهز؟ جاهز. يلا قول بسم الله. عم تحرق يديني عشت 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 يا ابو محمد عشت. الله يسلم اليدين صح ها بسم الله سلام تسلم ايدك يا ابو محمد. انا زاهد انك طلعت طباخ طلعت شيف يعني الله يسلمك متدرب الله يسلمك. طبعا تغيرت الخطه زين حدا يحب يغمص يسموه صامولي في السعودية صامولي بالشاي حد غير العمانيين كذا يسوي. لا احنا مشهورين بالحركة هذه ما ادري والله يمكن احد. بسم الله. وجبة شو تسميها هذه يا ابو محمد؟ وجبة الملوك ذي وجبة الغلابة هذه. صح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وصلنا إلى محافظة الجموم ولله الحمد قربنا ما ظل مسافة إن شاء الله ساعة بالكثير نكون واصلين إلى المينا بإذن الله تعالى. واليوم الجمعة حلو اليوم الجمعة ما في أتوقع ما أتوقع ما في من على إن الدبس بعد بس العادة الصباح ما في من على الجمعة يمكن العصرية في المساء.
شاء الله من بعد الامطار الاخيره الدنيا صارت خضار خضار خضار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طلعنا من بحرة والحين إلى طريق مكة جدة. سهلات هذول راح ينعمر عسى الله يتقبل منكم يا رب ويعينكم. حلو اليوم العمرة يوم الجمعة، تأدي مناسك العمرة وتصلي الجمعة وترجع. سعد اليوم زحمة مرة، زحمة كثير اليوم، بين من الباصات اللي شفناها البارح في الميقات ما شاء الله. سلامات بنشر وعينك. بسم الله. جدة باقي 32 كيلو. سهلات الحمد لله. رايحين عكس دول هناك، مكة خلف لا شيء يخطي منين. شوف ما شاء الله المياه من أثر الأمطار اللي صارت، والدنيا خضار. سلام الجبال هناك ما شاء الله. ما ادري يبين، ما اتوقع يبين في الكاميرا. هذا طبعا الجسر المعلق طويل ما شاء الله. هذا استاد الملك فهد، استاد الامير عبد الله، هذا استاد الامير عبد الله ان شاء الله. وين جاي فوق؟ الله يرضى عليك. هذه 48 دقيقة بتوقيت المملكة. طبعا جدة معروفة، جدة حارة بطبيعتها. طايف يمكن الصباح كان أقل من 20 حرارة، بينما في جدة 29.
تو صابح صباح جدا حارة، حرارة ورطوبة. شوف مينا جدة، طبعا مينا جدة من أقدم الموانئ تقريبا في المنطقة، عمرها أكثر من 1400 سنة، تخيلوا مينا قديم مرة. انتظار الشاحنات، طبعا تصريح الدخول واصل، باقي شوية اجراءات، ننتظر المخلص الجمركي او مندوب المخلص الجمركي يوصل على اساس نسلم الاوراق ويخلص لنا باقي الاجراءات. هذه السيارات كلها تنتظر تصاريح على اساس تدخل. هذا الظهر بقى يوقف هنا، هذا كل السيارات زيرو، وهذا نفس الشيء ان شاء الله. بغي يوقف هنا اتوقع. بسم الله اللهم لك الحمد. وصلنا ولله الحمد، يا والله لك الحمد. صباح الورد. استغرب هذا يصور ايش؟ وين رايح قريب ولا بيوقف هناك قصده؟ ظهرنا بيوقف هناك. اوكي هنا الناس اللي تطلع من هنا كان مسكر عليهم، فالظاهر يرجع على اساس يوقف يا ورا يا يوقف هناك. لا والله كان باغي يوقف هنا، خربنا عليه شكلنا، عشان كذا زعلان الرجال. طبعا بعد ساعة انتظار وصل اخيرا مندوب المخلص الجمركي، وصار لازم لفة اغراضنا نسلف الاوراق. يلا 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 هلا هلا هلا. هلا بالحبيب. صباحك ورد يا ورد. ما شاء الله. شو اخبارك؟ ما شاء الله. كيف امورك؟ حول حول. حول وش؟ قوم خلنا نشربك قهوة يا رجل. لا لا والله. وين؟ لا والله. ما افطرت، فطرت ولا؟ صايم. قوم من فطرك. صايم والله. لا يا رجال. والله صايم. الله يتقبل منك. نص صوم الخميس. صمنا الخميس والربوع ولا اليوم؟ الله يتقبل منك، بيض الله وجهك. شو الوضع؟ سهالات؟
في واحد جوا في واحد قدام الان. ايه انتوا لازم تدخلوا معاه. شوف نفس ساحه تنزيل سيارات صغيره. ايه في واحد الان قدام حلو محمل شاحنتين. طيب تبع تكرم نفايات ولا غيرها؟ لا 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 محمل سيارات سيارة. اها اشوف احد انا يا اخي قدام قدام نجي سوا الان. طيب تمام اها تمشوا معاه حلو هو يقول لكم كيف تسوي. عشت تمام حياكم الله بيض الله وجهك. هذا عمنا وسيد راسنا يا اخي خلنا نشرب قهوه يا رجال. قلت له صايب هذا ملك الملايين حبيبي ملك الدنيا الله يسعدك سووا له لايك بيض الله وجهك الله يفتح عليك كفو الله يفتح عليك. دخول الى مينا جده والله يا زحمه اليوم الجمعه وين هذا راح السودان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله زحمة يا شيخ. هذا رقم السودان يقصد هذا اللي شال سيارتين. تجاوز البطل بس ما في دوار هناك بعد الدوار تاخذ يمين البوابة هناك يمين. وش الوضع طبعا شو الحاصل هذول ما ملتزمين بالدور هذول يتجاوزوا وخلاص يروح يوقف قدام ليش شو انت اخذ من غيرك ليش يعني. سلامات يا حبيبي. شوف كم سيارة قبل نفس الشيء روح اذكر هناك مع الدوار يدخل يمين. ايوه يلا يا فوق راس ريشة مميز قبل العالم هذه. هلا وايش رايكم بالسلوك هذا؟ مصاف في الدور ويجيك واحد تو ذا ويدش كذا عليك قدامك مشكلة ما في نظام توقف وخلاص. طبعا هذا شاب راسه قام سكر عليهم الدرب وفعلا ما يبالهم الا كذا. ليش انت افضل مني انا بشو تقدمني انا صار لي ساعه واقف. سلامات عسى ما شر. وين رايح وين سيده سيده رايح يعني مشكلة هذولا ناس للأسف ما ودي أقول ناس ما تستحي لكن فعليا ما تستحي. شو ذلك اللي يتجاوزونا كلهم قدام ليش أفضل مني بشو يعني ولا أنت مستعجل أكثر مني يعني ما بس بتفتح حق شخص كم شخص وراه شوف مشكلة يعين الله. بوابة هناك ليش ما ودنا نسكر من الطريق من الأول لأن في سيارات صغيرة تطوف في الشارع هذا ما لهم ذنب يعني إنك تعطلهم
ولكن ذولا ما يتعاملوا معهم الا بالمثل بالطريقه هذه، يعني تسكر عليهم وخلاص خلي ناشب. هذا الكذاب يقول انا بيروح سيدة، يعني اسهل شيء الكذب. الله المستعان. يقولوا الحبل الكذب حبل قصير، فعليا حبل قصير. شوف وين بيدش. طيب بيدش ليش؟ الله العظيم بالعالم مشكلة يا كذاب. طبعا ظاهر انه غيروا، سابقا كنا نروح البوابه رقم 4، الحين سالت السوداني هذا جزاه الله خير يقول لا خلاص غيروه الحين دش يسار. ما ادري اي بوابه. شو رايكم في الالوان؟ جميله. وردي وحركات، هاي شكلها هذه الشاحنة بتسوقها حرمة يمكن، ولا وش رايكم؟ وردي وحركات هذا. والله جميلة. اوكي كنا ندش جهة اليمين بوابة رقم 4 جهة اليمين، الحين ندش البوابة رقم 4 بس جهة اليسار الفتحة الثانية ظهر كذا. والله ظهر هذا زوج هو وزوجته مشترين شاحنات بيشتغلوا فيها. الله يسعدكم يا رب. الظهر رايح السودان هذه. يا السودان يا تشاد. فحتى النقوش اللي هنا شكلها افريقية، ها شيء مميز. والله الباكستاني يحبوا النقشات هذه. بسم الله.